تحية إلى جميع مستمعي ومشاهدي صوت لبنان مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد. جمهورية الجنون في لبنان مزدهرة بالأفعال والأقوال، خروج متماد عن قواعد الدستور والقوانين، وفلتان وفوضى على أرض الجنوب، واستقالة متواصلة من مسؤولية انتخاب الرئيس، وثرثرة وكلام في السياسة لا يقدم، لكنه بالتأكيد يؤخر الوطن ومستقبل ناسه الذين يحلمون بفيزا تنقلهم إلى وطن آخر مستقر يأمنون فيه للحاضر والمستقبل. قراءة فيما يتشعب عن هذه المواضيع وغيرها مع الدكتور داود الصايغ. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور شربي، شكرا على استضافتك، الله يخليك. سؤالي الأول بدي أسألك عن الرئيس سعد الحريري، عم تتواصل معه؟ شو أجواءه؟ بتواصل معه، بعده على موقفه طبعا، هو معلق عمله السياسي، لكن منه منقطع عن مراقبة كل شيء عم يحدث في لبنان، وفي ظروف بتقرر عودته إلى لبنان، لكن هو بعده له المحل الأول ببيئته، وعلى الصعيد الوطني ما بعتقد حدا بيحل محل قيادة الرئيس. شو بيقول عن الوضع يعني هيك الوضع الحالي؟ طبعا مش عم يعطي هو تصريحات، بس انت هيك ما بتستشف منه شيء؟ ما بيصرح، ما بيصرح ولا في يصرح باسمه. أنا دكتور شامل. طيب بدي انتقل معك للموضوع العام، كل شيء معلق اليوم بحرب غزة، قراءتك للشيء اللي صار، لوين رايحين؟ شايف بالأفق في نهاية لهذه الحرب قريبا؟ اجت حرب غزة يا دكتور شربيل، وبالتالي الوضع الأمني بالجنوب اجت انضافت على سلسلة أزمات ومحن كبيرة بلبنان، أزمة نعددها بسرعة، من أزمة الوديع لأزمة تحقيقات المرفأ لأزمة الناجحين السوريين لأزمة الشغور الرئاسي لأزمة علاقاتنا العربية لفقدان الثقة، ثقة لبنان بالخارج. نحن اليوم ما حدا، لبنان ما له مصداقية بالخارج غربا وشرقا، حتى الكرسي الرسولي، حتى الكرسي الرسولي، حتى الكرسي الرسولي وقت اللي قال البابا فرانسيس بمطلع تموز 2021 قدام بطاركة الشرق: أنا أدعو المسؤولين اللبنانيين إلى تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة. هذا كان بعد رأي مسيو ماكرون اللي قال بعشرين أيلول، بس إجا لهون: أنا أخجل بالطبقة السياسية اللبنانية. فإذا القضاء معطل، ما حدا حاسب حدا، إجت الحرب بالجنوب لا تنضاف إلى هذه الأزمات، وإلى حد ما لكي تحجب معالجتها. يعني ما زلنا عم نحكي عن فرنسا يا دكتور شربيل، الأسبوع الماضي كانت فرنسا بتحاكي ثلاث أربع مسؤولين، منه الرئيس السابق ساركوزي، منه الوزير العدل الحالي إريك ديبون موريتي، منه فرانسوا بيرو، لتهم مختلفة. ساركوزي لأنه تقبل أموال من معمر القذافي سنة 2007، لا يمر الزمن. نحن في حدا حاسب حدا؟ لا، أنا مشكلة بالنظام، مشكلة بشو؟ المشكلة بالأشخاص مش بالنظام. النصوص لا تشكو من شيء، ولا بديل عن الصيغة الحالية وعن النظام الحالي. طيب هالناس هي اللي اختارت هودي المسؤولين اللي عم تحكي عنه، من الآخر هاي آخر انتخابات قدامنا، أعطي المجال للناس تغير. قديش غيرت؟ صحيح دكتور شربيل، أنا هذا الكلام اللي بقول لحضرتك بسمعه، ليش الناس بيردوا وراء أنه من الزعمة؟ إذا ما نحط الحق على الناخبين وعلى اللبنانيين، هذا بحث طويل بيرجعنا للتاريخ. ولا نحن ما عندنا أحزاب سياسية
نحن عنا مثل ما بيقول العالم الفرنسي موريش ديفيرجي عن لبنان، أحجاب شخصيات، بارتي دو بيرسوناليتي، هذا وقعنا هيك ورثناه من أيام العثمانيين وحفظ بقي لحد هلا. طبعا اللبنانيين مسؤولين، نظام الانتخابي مسؤول. أنا ماني موافق أبدا على النظام النسبي، لأنه التجدد بالطبقة السياسية يحصل عبر قانون انتخابات يمكن يوصل مثل ما بيقول بالزمان الله يرحمه الصحافي رشدي معلوف، بيو لصديقنا أمين معلوف اللي صار أمين عام الأكاديمية الفرنسية، بقى كتب يقول إنه بيوصل اللي بيعرف يوصل مش اللي لازم يوصل. اللي بيعرف اللي بيعرف، وهيدا القانون انعمل للي بيعرفه. نحن من سنة 1922 دكتور شربيل أول انتخابات قبل الدستور، كتب الحاكم الفرنسي جميع الناخبين ينتخبون جميع المرشحين بصرف النظر عن ديانتهم وطوائفهم. ما كان في طائفية المقاعد، لبنان مختلط، سره هو الاختلاط، ما فيش مثله بالعالم، مش ما في مثله يعني تجربة فريدة بالعالم، انه مكون من 18 طائفة. ما في حدا دكتور شربيل بيقدر يغلب الآخر، ما في حدا بيقول أنا أكثري بالنسبة للمجموع، بما فيهم الطائفة اللي فيها حزب الله، هني قوية بشو؟ قوية بالسلاح. لكن فين يقولوا أنه نحن أكثري؟ لا. طيب بس هيدا الواقع اللي عم تحكي عنه، قوية بالسلاح، حاكمين البلد وعم بيجروا للبلد لمخاطر ما بنعرف لوين بتوصلنا. هذا الواقع قرب يوصل لنهايته. قرب يوصل لنهايته. قرب يوصل لنهايته. شو المؤشرات اللي عندك؟ مؤشرات إنه الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني بيرفضوا الاشتراك بحرب مع إسرائيل باسم وحدة الساحات وما يقرره الميدان. هذا اللبناني بدهم بلدهم مثل ما عرفوا مثل ما ورثوا. بس في قسم آخر متخوف من اللبنانيين ما ينعطى لبنان جائزة طردية لحزب الله إذا ظل ملتزم بقواعد الحرب مثل ما عم بيصير. نحن يا دكتور شربيل اليوم ما عندنا دولة. دولة خليني أقول، أنا ما بحب أقولها، أنا أخصاصي بالقانون الدستوري، عندنا دولة مفككة والموجودين فيها وصلوا على السلطة نتيجة محاصصات وليس نتيجة وفاق. الوفاق هو قيمة نبيلة، الوفاق شيء والمحاصصة شيء تاني، التسوي شيء والمشاومة شيء آخر، والصفقات شيء والمحاصصة شيء آخر. هودي اليوم القاعدين بالحكومة اللي ما في رئيس الوزراء يأخذ اجتماع بالوقت الحاضر، لأنه في مين عبيلجم هودي الوزراء ما تروحوا. فأجن مين بده يحكي مع العالم اليوم؟ العالم بينظرنا مثل كل الدول الطبيعية من خلال المسؤولين عنا. المسؤولين عنا أو غالبيتهم منصرفين لمصالحهم الخاصة. بدك أكتر ذكرت لك البابا، حكى مشو ماكرون، حكوا الأمريكان، حكوا الدول العربية، إنه هذا تعبير الطبقة السياسية. طيب ما بتشوف تأثير لحرب غزة ونتيجها على الوضع اللبناني؟ هيدا المتخوفين منه، ما تكون هذا التأثير ضد مصلحة لبنان. تأثير حرب غزة، حضرتك تفضلت وقلت إنه عدم جر لبنان إلى حرب مثل ما شفناه مع غزة بده ياخدوا ثمنه. شو هو الثمن؟ شو هو الثمن؟ نحن شفنا يا دكتور شربيل سنة 1996
شيء اسمه حرب عناقيد الغضب. عناقيد الغضب دمرت إسرائيل كل البنى التحتية. يومتها صار في تفاهم نيسان وأدخلت فرنسا كعضو مراقب. ويومتها تم الاتفاق علنا بين إسرائيل وحزب الله، اعترف المجتمع الدولي بحزب الله 96. 2006 يا دكتور شربل كانوا عم يجتمعوا بمجلس النواب هيئة الحوار الوطني، بيناتهم السيد حسن، كان كل طمنوا على الصيف ورحنا على حرب. ايه كانوا عم يدرسوا شو استراتيجية دفاعية، استراتيجية دفاعية. الله يرحمه الحرب. يا دكتور صايغ الله يرحمه، ما عاد حدا جاب سيرتها. لا بس بذكر المستمعين كانوا عم يدرسوا الاستراتيجية الدفاعية وقت حرب تموز، وصدر القرار 1701 اللي اليوم بعده كل هالعبي على الارض. اذا بتشوف على الارض حزب الله موجود، سلاحه موجود، حد اليونيفيل دغري. نحن يا دكتور شربيل بلد صغير له خصائص ومشاكله كبيرة، عايشين بالشرق، أزماته كبيرة، ما عنا إلا أصدقائنا العرب والغربيين والأمم المتحدة. ما في ولا قرار دولي صدر بشأن لبنان أدين لبنان، كل القرارات طالبت بتحييده، مش عن عبس عم يطرح اليوم. طرح غبطة البطرك موضوع الحياد، منه جديد موضوع الحياد، يمكن يكون هو السياج اللي عم نطلع عليه. وأنا ذكرت بتسمح لي بمقال سيبي أنه البابا يوحنا الثاني جان بول دو طلب من الرئيس كارتر آخر لقاء لهم بحزيران أنه إذا ممكن قوات الطوارئ اللي كانت موجودة تنتشر على سائر الحدود، على سائر الحدود اللبنانية. قال له لا، قال له تفضل نقعد نحكي. بقى هالتجربة اللي أنا بحكي لك عنها واللي مؤمن فيها إن قوية وصلبي بعد ما وصلنا لحمايتها. دكتور داود صايغ بدي روح معك من نقطة الانطلاق اللي انطلقنا منها، موضوع حرب غزة. في أفق لهذه الحرب بعد؟ لوين رايحة؟ حسب ما أنا بتابع وبالعلم السياسي يقرأ الحدث الظاهر، أنا ماني مطلع وما حدا مطلع على الخفية. حتى بس إجا بايدن زار إسرائيل قال له لوين رايحين؟ قال له لنتنياهو لوين رايحين؟ ما عندهم استراتيجية، بدهم يدمروا حماس بأي ثمن، بدهم يحكموا يلاقوا حكم لغزة خارج عن السلطة الفلسطينية اللي اليوم في مطالبات كتير بتغييرها، يكون في سلطة فعلي معترف فيها من العالم كله، ويصير في وحدة قيادة موحدة فلسطينية. نحن بلبنان يا دكتور شربل أكثر بلد عربي دفع الثمن مشان فلسطين. نحن عشنا بس 3 سنوات بين 43، 5 سنوات بين 43 48 من دون الجوار الإسرائيلي. بعدين كله حروب. 2006 شهدت حدثين، شهدت حرب تموز وشهدت بشباط تفاهم مع الخيل. اللي إذا قرأت التاريخ بالمراجعة المبسطة شو طلع منه هذا الاتفاق؟ إلى أين وصل؟ شو طلع منه؟ طلع منه بس وصل الرئيس عون للسلطة، هو اهتم بالشؤون الداخلية وتركوا قرار الحرب والسلم خلافا للدستور لحزب الله. بس اليوم بعد انتهاء هذه الولاية
شو صار؟ ما هي الإنجازات التي تحققت؟ سؤالي دكتور صايغ عن تأثيرات ما جرى في غزة على موضوع الاستحقاق الرئاسي. الاستحقاق الرئاسي رجع على التلاجة وإجا جون إيف لودريون على بيروت، ما قدر قرب ولا فشخة لقدام. لوين رايحين بهذا الموضوع؟ ما رجع على التلاجة دكتور شربيل، لأنه اليوم بس يكون الساحة حامية وكل يوم عم يسقط عدد من الشهداء بالجنوب والعالم كله مش بس لبنان. تصور دكتور شربيل، يمكن حضرتك عم تتابع وأنا عم تابع المحطات التلفزيونية الأجنبية كلها، ما فيك تتصور قديش هالموضوع. غزة قديش طولة؟ بتطلع من هون لجبال عرضها 12 كيلومتر، شغلت العالم. كان في بالبداية محطات مثل السي ان ان والبي بي سي وسكاي نيوز، كانوا كلهم مع إسرائيل. هلأ بشوف بلندن 300,000 ظهروا، لأنه هالصور اللي عبتنبس ما في الواحد يحتملها. حتى قريت من كم يوم لعالمي بالعلم الاجتماعي الفرنسي بالطالب بحق عدم المعرفة وعدم الاطلاع على هذه الصور. أنه الدروا دون باسافوار دون بافوار، صور مؤلمة. لهالسبب حجبت حرب غزة ومآسيها. هيدا اللي عم بقصده أنا بموضوع الثلاجة، إنه وما يحصل عندنا في لبنان، نحن في حرب. هيدي اسمها مش هيدا حرب، سبب مش حرب. ضروري هيدا سبب إضافي لحتى يصير في انتخاب رئيس، سبب إضافي لحتى يصير في رئيس. شعبت إجا موضوع التمديد لقائد الجيش اللي هو تردد اسمه كمرشح باريس، وفي مين عم يعارضه. وإجا ميشيل لودريون حكى باسم اللجنة الخماسية، مش باسم لجنة. وهاللجنة الخماسية أنا بصارحك دكتور شربيل، صحيح مؤلفة من أصدقاء للبنان، لكن فيها إجلال إلنا إنه حاطين له وصاية من 5 دول، السعودية ومصر وقطر وأمريكا وفرنسا، هو أصدقائنا. فإذا أنتوا يا لبنانية مش عفيكم تنتخبوا رئيس، تفضلوا ميشيل لودريون. إجا حكى بهاللجنة وقال له رئيس الحزب الطيار، قال له أنت ما شغلتك تحكي بالتمديد لقائد الجيش، شغلتك تحكي بالرئاسة. 7 دقايق الاجتماع، دليل شو؟ دليل شو هيدا؟ دليل الاجتياء وزير الخارجية الفرنسي السابق اللي هو شخص بارز ومحترم، بس اكتشف انه ما في رغبة عند بعض اصحاب القرار بحل الموضوع. طيب منك شايف نوع من تدخل وعمل غير سيادي انه موفد دولي يجي يتعاطى بموضوع تمديد قائد الجيش؟ بلى، هي بالأساس مش هالقد لازم نوصل. قائد الجيش بالنتيجة قائد الجيش، لكنه موظف بعينه مجلس الوزراء. بس شافوا بالأخص بعد الموقف المسيحي الشامل وموقف بكركي، إنه هلأ مش وقتها بغمرة هذه الأزمات وانهيار القضاء وانهيار كل شيء نغير قائد الجيش، وبالأخص بعد التغيير اللي حصل بمصر في لبنان. إجا بصفته صديق. شوف استاذ الدكتور شربي، مهما قيل فرنسا هي صديقتنا الوحيد الباقي لنا بالعالم. صحيح تغير الوضع من أيام شارل دوغول لأيام إيمانويل ماكرون، لكن الفرنساوية تراثهم لليبان. اليوم رئيس المخابرات برنار إيميه ببيروت، ايه؟ شو عم يعمل؟ وهذا كان سفير ببيروت، عم يشعر لهالموضوع. أنا شفته يعني برأيك موضوع التمديد حتى يشيلوا عقبة من هالعقبات، إنه مددوا بعد شهر بفل، ما فينا نترك الجيش من دون رأس.
لكن هاللي عم يعرضوه عم يحشموا حسابات تاني، عم يحشموا انه هذا زلمه بده يصير رئيس. شيء بيغضب انه عطلنا القضاء وطارت الودائع، او ما بدي اقول طارت لانه طريق انه تطير يعني ما كثير بامان. تعطل التحقيق بجريمه المرفأ، وعندنا شغور رئاسي والدول العربيه ما عم تلتفت فينا. صارت الدوله الصغرى، اصغر دوله عربيه قطر، اللي بسبب ذكاء حكامها عم تلعب دور رئيسي عنا. بالوقت اللي استقلت سنة 72 وراح رئيس الوزراء آنذاك الله يرحمه صائب سلام وهنيهم بالاستقلال، شي بزعل. أنا بدي روح بالمواقف السياسية. برأيك حزب الله بيفوت بهذا المشروع؟ عمين حكى عاطي موافقة ضوء أخضر، وبذات الوقت ما بياخد بعين الاعتبار موقف التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل؟ بعتقد حزب الله بجرب يحافظ على الحد الباقي الممكن من علاقته مع التيار الوطني، حسب ما فهمنا بالأخبار أنه ما بيعطلوا جلسة دعا إلى الرئيس نبيه بري حليفهم. بالسياسة عم نحكي، أعطيه الموافقة ضوء أخضر على التمديد لقائد الجيش. إيه؟ نتيجة شو هيدا؟ ليش حزب الله أخذ هذا الموقف؟ لأنه ما فيهم يوقفوا. شوف، إلو سؤالك مهم كتير يا دكتور، قديش حزب الله قوي؟ ما في يقوى على الجميع الآخرين. لبنان ليس بلد الغلبة لأحد. بده يحسب حساب، وصلوا لحد هون وبس. في ثلاث أشياء بيعرفهم السيد حسن. أولا، هذا بلد، ليش لبنان البلد العربي الوحيد اللي ما صار فيه ولا انقلاب عسكري؟ بسوريا صار فيه 9 انقلابات. ليه؟ لأنه ما في، بدك تجيب مجلس متعدد مجلس من 6 واحد. ثانيا، لبنان ما له صيغة غير صيغته الحالية، وهي المناصفة. المناصفة ولا في محل لأي هودي اللي عم يطرحوا فيدرالية هلا بحكي لك عنها. ثالث شيء، الحرية نشأت مع لبنان. في بتقول لي يا دكتور شربل، أي بلد عربي حر عنده حرية الكلام؟ نحن في حرية ولا في فوضى؟ شيء من الفوضى، وبالأخص مع وسائل التواصل. لكن هيدي الحرية نشأت مع لبنان، ما بيملك حدا أنه يمش فيها، هيدي بيعرفوها هالقد بس. بعده كل ما يجري دكتور شربل تحت سقف الدستور. شفت التعطيل والخروج لتعطيل النصاب، عم يستفيدوا من الدستور فيه مواد التعطيل. هيدي طبعا هيدا شموه دستور القانون الأسمى. بعدهم عم يحترموه بالمينيموم، انه بيعطلوا النصاب، لكن لا حدا يجرؤ على القفز فوق الدستور. وما حدا بيعرف هني قوية بشو، قوية بحليفهم الإيراني وقوية بالسلاح. لكن بالعدد لا، ليش هنالك من طائفة في لبنان تستطيع الادعاء بأنها أكثرية بالنسبة إلى المجموع؟ يعني منك خايف من مشروع المتالتة ينطلق؟ لا أبدا. هذا المتالتة والمؤتمر التأسيسي هذا كله أوهام 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 أوهام، ما حدا بيحكي فيها. هيدي الدكتور شربي، لبنان تأسس وخلاص، والمناصفة اللي عنا يمكن بعض المستمعين بيعرفوا، كنت عم بقول لك هلا تحت الهواء، ترجع لمنتصف القرن 19. بلدية بيروت، بس اجى ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا عمل بلدية بيروت مناصفة. شوف من ايمتى قبل اتفاق الطائف. وإجا بعدين شكيب أفندي وزير خارجية تركيا،
ثبت طوايف الست. شوف شوف هالتركيبة قديش قديش بعيدة بالزمن وقديش صمدت. وبعدين إجا نظام المتصرفية مجلس الإدارة مناصفة، كل هالشي إجا كرش باتفاق طايف. يمكن ما كانوا عارفين بهالبعد التاريخي. صار في تغييرات أساسية على مستوى البلد. اليوم البعض خايف على هوية البلد، خايف من التوطين، مشروع التوطين. أنا مني خايف ديموغرافيا أبدا. لا يكون لبنان تركيب تحقق مناصفة لما بصير في خلل بالنسب بشكل كثير كبير. ما في خلل بالنسب، وين خلل؟ لو بقي كانوا المسيحيين فوق 50%، اليوم بالثلاثين 35 40. هيدي الأرقام لا تعني شيء. من مدي كان في محاضرة أو ندوة بالمجلس العام الماروني، كنت أنا عم بحضرها. في البعض تحدثوا عن التغيير الديموغرافي بالشرق وبلبنان. امتى أنا دخل قلت لهم لا يكون الشرق من دون مسيحيين، ولبنان لا يكون من دون مسيحيين. لا تعرف دكتور شربل، هذا الرئيس المسيحي والأروني بيردوا العرب والمسلمين قبل اللبنانيين. وقت عن تأسيس الجامعة العربية أخذوا بالاعتبار خصوصية لبنان، وقالوا بالمادة السابعة من ميثاق الجامعة العربية إكراما للبنان تأخذ القرارات الملزمة بالإجماع. هذا راح الله يرحمه أنري فرعون، وبناء على طلب كلفه شيخ بشارة، وراح مضى هذا الاتفاق عبد الحميد كرامي سنة 45 مع الوزير المفوض بمصر أنا زيك يوسف سالم. العرب نحن لبنان بيعرفوا أفضاله على العرب والعروبة واللغة العربية. صانت مسوحكم الفصحى، قال بدو الجبل، اللغة العربية قرت في أديرة الرهبان. بقى شوف مسؤوليتنا نحن بالداخل يا دكتور شربل. خليني أحكيك بصراحة، ليش ما في اتفاق داخلي على مرشح؟ أنا بسألك سؤال، أنت برأيك ليش؟ سريعا بدي جواب، لأنه في غرفة الأخبار ناطرتنا. طيب، لأنه ما في مرجعية، مش عم بقصد حدا معنا، ما في مرجعية داخلية تقدر تجمع هالقيادات أو هالمرشحين لتشكيل أحدهم. لأنه إذا كان في مين عم بيعطل الجلسات، وما مثل ما عملنا سنة 2014 سنتين ونص إلا ليجي شخص واحد، في مسؤولية على المرشحين المواطنين، وفي مين يجمعون انه يا اخوان هذا المنصب بده شخص، هيدي مواصفاته. بتمنى انه الامين العام جوتيريس يعطوه جائزة نوبل للسلام، لانه الموقف اللي عم يوقفه ملفت. هلا بنحكي بالتفصيل، وخاصة عن المادة 99 من نظام الامم المتحدة اللي عم بيحاول يرجع يفعلها. بس بدي افتح مزدوجين اقتصاديين بهموا الناس. حكيت من شوي عن الودايع دكتور صاير. نعم. ينضم إلينا رئيس قسم الأبحاث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل. صباح الخير استاذ نسيب. صباح الخير دكتور شربل، وتحية كبيرة لضيفك الكريم، لأنه في زمن الاحتباس الفكري في لبنان يبقى الدكتور داود صاير قامة كبيرة ومنارة الفكر في لبنان. شكرا شكرا صديقي سيد نسيب، الله يخليك، انت صديق غالي علي. سؤالي هو، في عدد من المصارف اللبنانية 11 مصرف رفعت مذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية موجهة إلى وزارة المالية، له علاقة هالموضوع بالودايع. ليش تحركت هلأ المصارف؟ شو اللي جد؟ أولا اليوم المصارف عندها بإيدها معطيات من تقارير صدرت عن مؤسسات دولية بطلب من الدولة اللبنانية. أولا تقرير التدقيق الجنائي بمصرف لبنان يلي قام فيه شركة ألفاريز أند مارسل،
وثانيا تقرير عن وضع المالية لمصر في لبنان يلي قامت فيه شركة أوليفر واينمان. هو تقرير طلبت الدولة اللبنانية من هالشركات رسميا أن تقوم فيهم ودفعت مبالغ طائلة لهذه الشركات، وطلع نتائج هذه الشركات أنه في وبالإضافة إلى ميزانية مصرف لبنان الدولة تدين إلى مصرف لبنان 16 مليار و300 مليون دولار، وفي خسائر بميزانية مصرف لبنان بلغت 51 مليار دولار. والنقطة الثالثة أنه مصرف لبنان لم يطالب الدولة بال16 مليار دولار، ولم يطالب وزارة المالية بالالتزام بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف يلي بيقول بشكل واضح ولا يقبل الجدل أنه في حال مصرف لبنان تكبد خسائر وزارة المالية هي المسؤولة عن تغطية هذه الخسائر وليس أي طرف آخر. بينما منذ اندلاع الأزمة ومنذ قرار الحكومة السابقة التعسر عن تسديد سندات اليوروبوند المسؤولية يحاولون وضع المسؤولية الكاملة على المودعين وعلى المصارف. فهون الطلب هو من وزارة المالية يلي ما طلب منه يعني ما طلبوا مصرف لبنان. طيب السؤال استاذ نسيب، منين بدها تأمل هذه التغطية وزارة المالية؟ يعني هو من خلال الطلب لوزارة المالية والطلب للدولة اللبنانية تماما. وهذا سؤال دغري طرح، منين بدها تجيب 51 مليار دولار تغطيهم خسائر و16 مليار دولار دين؟ اولا المودع لا يطلب ودائعه بالكامل اليوم، لانه اذا تم الجواب على ثلاث اسئله اساسيه لم يتم الجواب عليها بعد اكثر من اربع سنوات من اندلاع الازمه، شو مصير ودائعه؟ باي طريقه بده يستردها وباي مهله زمنيه بيقدر يستخدمها؟ اليوم اذا بيتم الالتزام بالماده 113 من قانون النقد والتسليف، ما حدا عم بيطالب الدولة تأمن هالمبالغ فورا. الدولة هي صحيح ما عندها سيولة اليوم، ولكن غنية كتير بتحتكر وبتدير وبتملك قطاعات حيوية. كتير دول العالم ما بتملكها مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمطارات وغيرهم. بيؤدي إن تطلب من شركات دولية تجي تدير هذه الشركات وهذه المؤسسات ذات طابع تجاري اللي هي بتدير هذه القطاعات، وتأسس هيئات نظمة مستقلة لكف يد السياسيين عن التدخل بالقطاع. وهالقطاعات بتصير بدل ما تكون خسرانة مثل قطاع الكهرباء واللي لاحق اليوم قطاع الاتصالات، بتصير تأمن إيرادات، وجزء من هذه الإيرادات تدريجيا يعود إلى مصرف لبنان وبعد تغطية حاجات الدولة الأساسية والموازنة العامة. ومن بعدها مصرف لبنان تدريجيا على مهل زمنية متوسطة وطويلة بصير يردهم إلى المصارف. بس تحميل المودع والمصارف ثمن سوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام، لا يعني هيدا ما بيؤدي إلى إعادة الثقة، لأنه أي حل بلبنان اقتصادي أو مالي ومصرفي يعتمد على إعادة الثقة، وإعادة الثقة لا تأتي من خلال القول أن الدولة اللبنانية ما أنا قادرة تعمل إعادة رسمة لمصرف لبنان بأكثر من مليارين وخمسمائة مليون دولار، وبالتالي باقي الخسائر يجب أن يتحملها القطاع المصرفي والمودع اللبناني والغير لبناني. بدي أشكرك أنا رئيس قسم الأبحاث والتحليل في بنك بيبلوس الأستاذ نسيب غبريل. سمعنا كلام الأستاذ غبريل. قبل ما أرجع للموضوع الاقتصادي، لأنه كنت عم تحكي عن أنطونيو غوتيريس، بس أقول كلمة بهالخصوص. أستاذ نسيب خبير مميز، بوجه له التحية. لكن يا دكتور شربيل، اليوم في شيء لجنة بلبنان، هيئة أو خلية عم تدرس هذا الموضوع، أنه على منطقة المسؤولية أربع سنين ما نعمل شيء؟ لا، ما في حدا عم يدرس المسؤولية. شرح الأستاذ نسيب، هل المسؤولية على مصرف لبنان، على الحكومة، على المصارف؟ في حدا عم يدرس؟ أنا بيزعجني كتير هالموضوع. كل بلدان العالم، في بأمريكا بفرنسا، مش عم نحكي حتى
ببعض الدول في خلية بتدرس هالمواضيع هيدي وغيرها بتقدم الحلول. شو موضوع الناجحين؟ شو موضوع تفجير؟ يعني يقعدوا يدرسوا ويقدموا حلول. نحن اليوم عايشين بالتشخيص. كل المحللين لأن البلد معطل. يعني اليوم ما في انتخاب رئيس ينسحب على كل هالمؤسسات. أنا متمرد بدي أقول إنه لازم في حلول، وإنه هاللي عبي الشيخ نسيب أسلمته، بس في كتيرين فين يقدموا مشاريع حلول لو في حدا عبي يدرس. وأنا مندي بصارحك من دون ما سميه، قريت بجريدة النهار من مدة كم أسبوع لمسؤول كبير بالحكومة مازال كاتب. مين هو مازال كاتب بالنهار؟ إنه ليه بدك تخبي اسمه؟ لا لا لا، النائب الرئيس سعاد الشامي اللي هو شخص محترم وكفو، وهو عم بيتولى المفاوضات مع صندوق النقد. شو بيقول؟ بيقترح تأليف لجنة من الخبراء أنا ما بعرفه. مسكت التليفون واتصلت فيه، قلت له يا دولة الرئيس، لأنه هو عنده لقب، عمل هاللجنة، ترك الكتابة إلنا. بس أنت أخذته وعطيت معه وكان متجاوب وشكرني، وهو شخص كفو وبوجه له التحية. بس عبقول حتى ننتقل للفعل، شو بيمنع الحكومة؟ هو حكى لي إنه يمكن في تضارب صلاحيات بالحكومة. شو بيمنع أصحاب الكفاءات يا دكتور شربيل؟ كتار وما بدهم شيء، ما فيني يسميهم حدا يجمعهم. تعوا هذا الموضوع لأقول لي حل. شوفوا اليونان شو عملت، شوفوا قبرص شو عملت. صعيب الاتحاد الأوروبي، بس نحن ما أنا مرت على شغلي، أحدهم كتب إنه الودائع طارت. شو عملت؟ كتبت لرئيس الوزارة بعد فيه إنه ممنوع حدا يقول الودائع طارت. برأيك ما طارت الودائع؟ لا ولا بتطير. أنا مالي خبير اقتصادي، لا يجوز لأحد في السلطة أو لأحد الخبراء أن يقول للناس ودائعكم مش موجودة. لا، هيدا استهتار. وبيقولوا يجب أن تكون لدينا الجرأة. شو الجرأة؟ ألاف المؤلفة من اللي حاطين. بيقول المسؤول أو الخبير عم نعمل كل ما يجب عمله مشان إعادة الودائع، حكى هلأ الأستاذ نسيب. بس إنه شو هالمرجلة هاي؟ يجي واحد يكتب يقول يجب مصارحة الناس بأنه الودائع طار. هذا الكلام لا يقال. فإذا إنه عرف له من مطرح ما عنده في عادل. حل لازم ينبحث. في حل، والحل حكي عنه الأستاذ، حكي عنه موجود هلأ بكرة، هلأ السنة الجاية، هلأ بعد كهر. في حلول مطروحة أنه بيعطوا لكل مودع 100,000 وما أدري شو. إيه بس ما في رأي موحد، ما في رأي موحد لا عند السلطة ولا عند الخبراء. طيب بكل هالكفاءات الموجودة اليوم بلبنان، ما ممكن 5-6 أشخاص مين يجتمعوا ويعطوا وصف صحيح ويعطوا حل؟ هذا أنا بطالب فيه. وإلا نكتفي بالتجمر. طيب هذا جزء من الموضوع دكتور شربيل. نحن القضاء عنا انهار وأنا زعلان كتير. كان عنا بلبنان نظام قضائي، أهم نظام قضائي بالشرق. أنا علموني بكلية الحقوق باليسوعية أكبر قضاة لبنانيين وفرنساويين. صرنا اليوم بنشوف مسؤول بحزب الله بيجي على العدلية وطالب بأبع القاضي طارق بطار. وبعدين تحقيقات وين؟ تحقيقات وين؟ بكل الشهادة، مش بس شهادة 14 أدار من أيام الرئيس صرنا معود لليوم ما في ورقة بملف. من أيام الرئيس بشير جميل، من أيام الرئيس بشير جميل ما في تحقيق. فإذن
هذا الشيء بده يندرس كله، انه بعمليه بناء الدوله. فؤاد شاب ذكرنا هلا انه تحت الهواء شو عمل بناء دوله الاستقلال، كان في شهدنا ذلك. طيب شو صار المؤسسات اليوم كلها معطله؟ ما كمان ما في محاسبه، طالما ما حدا بحاسب حدا بلبنان، كل واحد بيحتمي بزعيمه أو طايفته. لا، بدون حدا يحال للمحاكمة، يسأل يا سيدي وين، بيقولوا مليارات على الكهرباء، مين مسؤول عن ضياع الكهرباء، مين مسؤول عن غيره، عن كل شيء، الاتصالات شو عم بيصير فيها، ما فينا نحكي بقى كل هالصفقات. منشوف مدير جان علي رئيس هيئة الشراء العام بضل غضبين، عم بيفضحوا يا سيدي. بس تشوف على التلفزيونات على الشاشات ما في حكي إلا فضايح، بيفضحوا المسؤولين وما حدا بيتحرك. شيء بيعجب، بغير بلد يحال الجميع للمحاكمة. عم تحكي عن المحاسبة بفرنسا من شوي، اون اكزرسيس وزير عدل بالسلطة حلوه على المجلس العام للجمهورية. المحور الأخير في هذا الحوار في كواليس الأحد مع الدكتور داوود الصايغ مستمر عبر صوت لبنان، تعليقك على دكتور شربيل. أنا عم لاحظ بالفترة الأخيرة كل ما إجا الموفد الأمريكاني هوكشتاين، كل ما إجا مسيور دريان، منشوف وزير خارجية إيران عبد اللهيان إجا. هذا الشيء بيدعي للتساؤل، من أيمتى كان لبنان ساحة نفوذ لإيران؟ هل إيران ما تعلمت من الدرس السوري؟ إنه هاللي بده يصادق لبنان بده ياخده بالجملة مش بالمفرق. إنه شفنا من كم سنة إجا أحمد نجاد راعى الجنوب، حكى عن الاستمرار للنفوذ من طهران للجنوب مش للبنان. شو أخطاء سوريا بلبنان؟ ميزت الناس بين وطني وغير وطني وانتهى خروجها بالكوارث. إيران ما عندنا حدود معها، ولا هي دولة عربية، بيفصلها طول حدودها مع العراق 1560 كيلومتر زمني، بيفصلنا عن إيران سوريا والعراق. كيف تصارت إيران مقررة في شؤوننا؟ هذا سؤال لازم يبلش ينطرح مع بداية الولاية الجديدة للرئيس الجديد. كيف ترتيب هذه العلاقة مع دولة مع أننا مانع تكون صديقة، بس صديقة لكل اللبنانيين؟ في طرف لبناني قايم علاقة خاصة استثنائية، عم بتمول، عم تدعم بالسلاح بكل هذا الموضوع، وهني عم يقولوا يعني هذا الوضع بده دولة لبنانية تقول انه نحن بلد مستقل، ممنوع تكون العلاقة بهالشكل. شو سيادي العمل يعني عمليا؟ قلت هذا الموضوع لازم ينطرح، ما هو السبيل لوقف النفوذ الإيراني؟ القرار اللي حصلت طوال سنوات الولاية السابقة وقلناها، ورح تنقال ورح تضل في غير قناعة حزب الله. يعني بدك حزب الله يقتنع انه هذه العلاقة ما بتخدم لبنان؟ نحن لوحدنا عندنا جيش وعندنا قوة عسكرية تنافس الجيش، وهي التي تقود المعارك بالجنوب. وسمعناه للسيد حسن قال مرتين لتخفيف الضغط عن غزة، ومرة تاني قال ما يقرره الميدان. هذا مش كلام الدولة اللبنانية اللي هي بتحكي باسم كل اللبنانيين، لأنه وظيفة الدولة بلبنان دكتور شربيل فيما يتجاوز المؤسسات هي احتضان هذه التجربة المميزة عبر الدولة. دولة تحتضن الجميع، وما من أحد يتمرد عليها أو يخرج عن سلطتها. نحن عم نشوف ببلدان أوروبية دكتور شربيل مثل إسبانيا مثل بلجيكا ما بدهم يعيشوا مع بعضهم،
مع أنه بيقروا بنفس الكتب بنفس الأناجيل واسكتلندا، ما بدهم يعيشوا مع بعضهم لأنه في بيناتهم خلافات لانجويستيك. مثل بلجيكا نحن بنحكي بنفس اللغة لسبب موضوع الفيدرالية مش مطروح، بس أنه هذا الوفاق ما ممكن للنظام اللبناني أن يستمر بلبنان إذا لم يكن الوفاق هو قاضي وإله بعد دستوري بالمادة 65 تأخذ قرارات مجلس الوزراء توافقيا، وإذا تعذر ذلك فبالتصويت. بقى مش من الطبيعي إنه يكون في قوة حزب مسلح مرتبط بالخارج ياخذ القرارات. انحكى عن نوع من مقايدة إنه مننفذ القرار 1701 مقابل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعة وهالمنطقة. رجع يعني ما كان كثير واضح هذا الطرح، برأيك هيدا ممكن يكون؟ لا مش ممكن، ما في مقايدة بقرار دولي التزمنا فيه من سنة 2006. طبعا بيقول لك طرف بعد في منطقة محتلة عم بيحرروا هذه المنطقة. مش أنا عم بقول ما في مزارع شبعة، وقال أكثر من شخص مش أكيد إنه قلنا ما بعد سوريا ما اعترفت بسيادة الدولة اللبنانية عليها. يعني هذا المشروع منه موجود برأيك؟ هذا احتلال تحرير لبنان من الأرض شيء، إذا كان صحيح في إلا أراضي محتلة، والألف وسبعمية واحد شيء، والقول بتخفيف الضغط عن غزة وما يقرره الميدان هذا شيء تاني تماما، ما عاد له علاقة بتحرير الأرض. في عنا فصيل بمثل تمثيلي له فضل بالتحرير سنة 2000، والدولة اعتمدت أحد الأيام 25 للاحتفال 25 أيار بالتحرير. اللبناني جميعا يقررون بذلك. يومها صدر بيان عن مجلس مطاني ببكركي، لكن هذا موضوع انتهى. مش منوصل لوقت منقرر بالسياسة اللبنانية وندور حول الدستور ونجمد انتفاق انتخاب الرئيس مثل ما عملنا مدة سنتين ونص أسر انتهاء ولاية الرئيس ميشيل السامي. سنتين ونص ما في غيره بديجي الزرار ميشيل هون وإجا. هلأ عم نعيد الكرة؟ لا، هذا شيء مش مقبول. غالبية ساحقة من اللبنانيين ما بيقبلوا هالشيء. طيب شو اللي بيخلي انتخاب الرئيس يصير هلأ برأيك؟ أي عامل يطرأ ممكن يكون له دور مؤثر بانتخاب الرئيس؟ سبق يا دكتور شربيل أنه دخلت الدول على الخط وصار واضح أنه في تفويض أمريكي لفرنسا بهذا الموضوع. ميشيل لودريان إجا أربع مرات، وهلأ ذكرني حضرتك برنار إيميه موجود هون. مصر عم تتعاطى، السعودية عم تتعاطى، والموفد القطري عم يجي بالاتفاق مع السعودية، ومن ضمن هذه اللجنة الخماسية. بكل أسف وصلنا لهون. بدك يد داخلية لبنانية تلاقي مش يقول أنا أو لا أحد، هذا موضوع بده يتلاقى. في دور يمكن لازم تلعبه المرجعية الروحية المارونية بهذا الخصوص. عبي يحكي البطرك، عبي يجرب إنه في اتصالات الفاتيكان، فرنسا، باريس، الاتحاد الأوروبي، هو أصدقائنا، ما هو أصدقائنا الرياض والقاهرة. بقيت بالزمان يا دكتور شربيل، أنت بعد يوم تحدد مرحوم فيليب تقل كان وزير خارجية بالستينات، قال إن الدبلوماسية اللبنانية تمر بالقاهرة والفاتيكان وباريس وواشنطن. إيه هودي بعده سبتين، يمكن لازم يضيف لهم الرياض. ليش السعوديين كافئت عنا بهالشكل؟ ليش تركونا الدول العربية؟ ليش ما في هذا الفريق العربي
مش مسؤول عنه لبنان بس، مسؤولين عنه هني، مسؤول عنه الجامعة العربية، نحن من مؤسسينا. نحن لبنان له أفضال مثل ما قلت لك من شوي، في مسؤولية عربية بالتخلي عن لبنان وفتح الباب أمام نفوذ أجنبي غير عربي. بهذا كله بده يجي مين يعرف يحكي العرب ويعرف يحكي باريس وروما والفاتيكان وواشنطن وبروكسل. هودي كله مش نروح نهرب. البعض يطرحوا الفيدرالية، هذا طرح بيدمر لبنان. مش عارفين هون ناس خيفانين على وضع لبنان وشايفينه عم يتأكل، وبرأيهم هيدي هي الصيغة اللي بتخلص لبنان. شو المشكلة؟ هيدي صيغة ما بتخلص لبنان، هيدي صيغة بتدمر. طب نظام القائم مقاميتين شو كان دكتور صايغ؟ طلع منا خراب. طيب شو طلع؟ هيدا فشل نظام القائم مقاميتين، فشل ووصل بعدين للنظام المتصرفي اللي استقر في لبنان لحد سنة 18 لحد ما انتهت الحرب وإجا بعدين. سؤالي الأخير، معنا بس دقيقتين لنجاوب عنه، شو اللي بيخلي حزب الله يتخلى عن مرشحه ويروح إلى مرشح توافقي مثل ما حضرتك عم بتقول لبنان لا يقوم إلا على التوافق؟ ليك يا دكتور شرقي، حزب الله اشترك بسنة 2012 بمؤتمر الحوار الوطني بمعبدة أيام الرئيس ميشيل سليمان، واتفقوا على أبعاد لبنان عن الصراعات، ورجع شربوا بلوا وشرب ميته. طلعت النتيجة، طلعت النتيجة ما التزم. هلأ شي اللي بيخليه، نحن بقدرتنا بالداخل ووجود أحلاف له، حلفاء له ذكرناهم، هذا بيتم بتعاون دولي بين أصدقائنا الدوليين والعرب، إنه هذا البلد ما نلاقي له صيغة حيادية بموافقة العرب بموافقة الداخل، مش تفرد من الخارج. هذا بده شغل مع دولة، مع ولاية جديدة، أنا ما بسميها عهد، ولاية جديدة تستعيد ثقة الخارج بلبنان وتستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم. كله يصبح ممكن، لكن الخطوة الأولى هو انتخاب رئيس وتكوين حكومة بغير المحاصصة. بيجي رئيس الوزارة مثل ما بيقول له لرئيس الجمهورية فخامة الرئيس، هيدي حصتك وهيدي حصتي، بيقول له أنا ما بدي حصص، كل الوزراء حصصي حصتي، وأنت ورئيس المجلس والبيك الفلاني والبيك الفلاني ما حدا عنده حصة. سنة 70 يا أستاذ يا دكتور شربيل، أنا بزعل بس أحكي، إجا الرئيس سليمان فرنجي والرئيس صائب سلام، فتحوا دليل التليفون واستأنسوا ببعض الأسماء من أصحاب المهارات بحكومة الشباب. حكومة الشباب مش مع حدا، محسوب مع حدا. جابوا الله يرحمه الدكتور إميل بقر وخليل أبو حمد ولي الشابة وهاري إدي وحسن مشرف وبهيش طبارة أصحاب الكفاءات كبار قاعدين ببيوتهم، ما من نروح لعند. يلا رسالة أمل هيدي حكيتها بالآخر. لبنان قوي مش بالمسؤولين عنه اليوم، بدهم يسمعوني أو الشباب يعرفوا لبنان لا يحكم عليه من خلال المسؤولين. وصلنا لخط النهاية مع الدكتور داود الصايغ المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري. بدي أشكرك على المشاركة بكواليس الأحد. شكرا لك دكتور شربيل، الله يقويك، صوت ملتزم بالقضية اللبنانية. يخلي لي إياك، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل مثل هالتوقيت هيدا من صوت لبنان. نلتقي بعد أسبوع.